مساء الخير، البوصلة أول حلقة في الأسبوع. طبعاً إحنا مكملين مع النجم الذي أفسحت له أنا نجوميته في الحلقات دي، الأستاذ يوسف زيدان، كممثل لتيار، وتيار ضعيف وقليل، إنما يعني للأسف ممكن الناس يعني تستمع إليه إنه ابن تيمية، لأن إحنا بنحل خلاص آخر حاجة في ابن تيمية، التيار الثقافي أو المحسوب على الثقافة اللي بيدافع عن ابن تيمية ومصر يعني، وبيدافع زي ما انت شفته بقى الأسبوع اللي فات وحلقتين من اللي قبله على غير منهج. وكم رهيب من التناقضات شفته الأسبوع اللي فات، والمغالطات الفكرية والمغالطات المنطقية والمغالطات التاريخية والتناقض والأفكار المتداخلة المتضاربة المتعارضة. يعني قول زي ما انت عايز تقول. احنا وقفنا الأسبوع اللي فات على فيديو كان في حاجات كتير قوي مش عارف اخلصها في الحلقه دي، وانا مصر يعني بعت لي الناس على الصفحه يعني انت مهتم ليه؟ لا مش مهتم، انا قلت طبعا كلامي واضح اني مش مهتم نهائي، وهو بيطلع يقول مليون حاجه، انا مالي بيه، حريه الفكر ادي جانب يعني. والجانب الاخر انه زي ما انا قلت بوضوح، هو استاذ يوسف لا يقدم فكرا بالنسبه لي يستحق المناقشه يعني او تضييع الوقت، لكن ده مش تضييع وقت، لان هنا الفكره مش الاستاذ يوسف ولا افكاره أو أي حاجة بيقدمها بقى لو سميناها أفكار، لا ابن تيمية هو المشكلة. فابن تيمية مش من حق حد على الأقل طول ما أنا يعني بقدم برنامجي إنه يطلع يزين تاني الأفكار الشيطانية ويدافع، زي ما أنت شفت الأسبوع اللي فات كل الدفاعات وهي وداخلة ببعض، ولسه هتشوف مفاجآت بقى في ذات الحلقة اللي أنا واخد منها بعض الكلمات لي على التناقضات الرهيبة اللي جاية والمغالطات برضو تاني. هتتبسط قوي الكام حلقه دول، اعتقد حلقتين ثلاثه ونخلص الموضوع ده، لكن ده وقوف مع تيار كامل مش مع شخص الاستاذ يوسف. فتعالوا نشغل الفيديو اللي شغلته في حلقه الاربع عشان بس نشوف بقيه الكلام له ردود مخيفه، كل ده في حلقه واحده. شرح كلمات من فتوح الغيب. ايه فتوح الغيب؟ كتاب لواحد من أشهر وأكبر الصوفية في تاريخ الإسلام، عبد القادر الجيلاني. يعني ابن تيمية اللي هم بيقولوا ان هم مستندين ليه في قتل البشر دي كلهم، هو شخصيا كان بيشرح كتابات لواحد من أعمدة الصوفية. مش كده وبس، وعنده، يا ريت برضو يجيبولنا، عنده رسالة جميلة جدا اسمها الصوفية والفقراء. وعنده فوتيا وهو جاي بقى، ما كانش في وقت حرب، قالوا له ربع العدوية اهي. هقف هنا لسبب يعني مهم، سيبكم من حكاية انا رديت عليه الاسبوع اللي فات، يعني حكاية خط ابن تيمية وحاجات مش مهمة يعني، بس عايز اقول لكم حاجة. بصوا الكلمة اللي قالها دي كلمة لطيفة قوي لو خدتوا بالكم في اخر، شوفوا الدفاع لما يوصل للتلبيس على الناس او الضحك عليهم. بيقول لك ايه؟ وعنده فتوى، هو بيقول له استاذ عمرو انه قد ايه بيحب الصوفيه وكان فاضل يبعت لهم بوسات في الهواء. طبعا انا هرد دلوقتي، انما بصوا بيقول لك ايه؟ وعنده فتوى وهو رايق. يا سلام، احنا بقى بنهزر كده يعني، ده كده هزار اكيد، دي كانت فقره كوميديه بيقدمها. رايق، انت بتجيب لي فتاوى على المزاج قتل او غير قتل وهو رايق، ما شاء الله عليه. طب نروق باله في اغلب فتاوى، مجموع الفتاوى نشوف حد يبسطه كده ابن تيمية ويضحكه عشان يكتب كلام كويس، طالما هي بقت بالرايق يعني. فتوى وهو رايق، بيقولك وهو رايق مش في وقت حرب، وانا اثبتت لكم 5 اسابيع ان الحرب ملهاش اي علاقه باللي كتبه ابن تيمية، مش في مجموع الفتاوى بس، حتى في كتب اللي بيدعي الأستاذ إن هي كتب أفكار مش فتاوى. فكتب الفتاوى ولا برا الفتاوى، أنتوا تشهدوا بقى الكتب كان فيها إيه وشفتوها، واللي ما شافش يرجع الحلقات. رايق إيه؟ وقت حرب إيه؟ أنت مرة يا حضرتك سيادتك تقول صيع على قضية كبيرة جدا معرفش إيه معناها أكاديميا دي، ومرة تقول رايق ابن تيمية هو رايق وحضرتك كنت معاه؟ يعني هو بيكتب الفتوى قال انا دلوقتي رايق ومبسوط وقاعد على الفراندا ولا ايه؟ مش فاهم هو في ايه.
انت ازاي بتقول للناس الكلام ده؟ يعني ايه عنده فتوى وهو رايق؟ هي بقت الفتاوى وقتل الناس والدم ان واحد رايق ولا مراته مزعله؟ ايه الكلام ده كالعاده؟ يعني انا بقالي اسبوعين بقولها على الاستاذ يوسف، ايه الكلام ده؟ ما اعرفش الحقيقه. المهم يعني بس حلوه هو رايق دي، عجبتني يعني. المشكله بقى ان الفتوى اللي بيتكلم عنها دي كمان مش زي ما هو قالها، بس دلوقتي لما يجي وقتها. طيب تعالوا نتكلم عن الجيلاني اللي هو بيحكي عنه. بصوا انا قلت ده على عجاله في الاربعه. ابن تيميه عنده طريقه لطيفه قوي. هو مثلا بيتكلم بلاش عن التصوف بقى، عن المجوس. ممكن يقول لك هو منصب نفسه حاكم دائم يعني، فيقول لك دول كلهم وحشين بس المجوسي ده كويس، ده لوحده هو بينقي. فاللي عايز بقى يطلع ابن تيميه زي الاستاذ بكلام باطل انه بيحب جهه او فكره او حاجه، فيقول لك لا ده تشرح للجيلاني واتكلم كويس عن الرفاعي، وانا هجيب الكلام ده دلوقتي هو هيقوله يعني، وكتب فتوى كويسه في رابعه العدويه. اوكي. ابن تيميه كان عنده حاجه كويسه قوي لطيفه يعني ظريفه، هي مش كويسه الحقيقه، انه بينقي على مزاجه على اساس هو حكم ان ده موافق للكتاب والسنه ولا لا. فلما هو يختار الجيلاني من وسط كل التصوف، وانا وريت الاسبوع اللي فات فتواه في الحلاج اللي هم بيناقشوا كتابه للاسف، وفتواه في ابن عربي، وانا هعيد لكم حاجه النهارده كلام موثق عن اللي قاله ابن تيميه عن التصوف. لكن عشان جاب واحد قال اه ده الشيخ ده غيرهم، خلي بالك من كلمه غيرهم، وانا هوريكم كلامه دلوقتي عشان ما يبقاش كلام مرسل، اصله بيوافق الكتاب والسنه، فانا هعمله كويس يعني هطلعه من الكويسين. اه انت طلعه من الكويسين، بس مش معنى كده ان انت بتحب التصوف، ولا معنى كان واحد يجي زي الاستاذ يوسف يقول ده هو بيحب التصوف كله. طب تعال نسمع كلامه. سيبكم من الجيلاني، الجيلاني هو شرح كتابه على اساس ان هو كان شايف انه موافق للكتاب والسنه، ده كلام ابن تيميه. شوف في 517 على 12 في مجموع الفتاوى كالعاده، هو ابن تيميه بيقول ايه؟ بيقول الفضيل بن عياض وابراهيم بن ادهم وابي سلمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين، متقدمين يعني الأوائل، ومثل الشيخ عبد القادر والشيخ حماد والشيخ أبي البيان وغيرهم من المتأخرين، فهم لا يسوغون للسالك، اللي هو الحاجات اللي كانت الخوارق اللي المفترض أن الصوفية بتعمل، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت، وهذا الذي دل عليه، وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. 517 على 10، أنا آسف مش 12. طيب فهمتوا؟ هو بيجيب أسماء من المتقدمين اللي هو ما شافهمش لأنه في القرن السابع، ومن المتأخرين، بعدين يقول آه دول كويسين، لأن ليه؟ هو قال في الآخر عشان ماشيين على ما يوافق الكتاب والسنة. هو الأستاذ المعلم الناظر اللي هيطلع ده صوفي كويس وده صوفي أي كلام، فإحنا لازم نسمع الأستاذ وهو هنا بيطلعه كويس وهنا بيقتله عادي خالص. فيجي واحد أنا معرفش إيه علاقة معرفش بيجيب كلامه منين الحقيقة الأستاذ يوسف أو إيه مصدره يعني، يقول آه بدان بيحب 2 من 600، يعني تخيلوا لو نتخيل، وأنا هوريك الوقت ده بالكلام يعني، لو المتصوفة ليهم أعلام يعني ناس مشاهير، ها 600 اسم، فهو جه على 5 7 8 10 زي دول وقال والله دول يا جماعه موافقين لكتاب والسنه ودول كده 100 100، و590 مش عاجبين الاستاذ الفاضل ابن تيميه، بل انه افتى بقتلهم زي ما قريته فتوى الحلاج، وافق على اللي حصل فيه وقال قتله باتفاق المسلمين ومن اعتقد معتقده او قال ان الحلاج رجل صالح فهو كافر مشرك، زي ما انتم شفتوا بكلامه الاسبوع اللي فات. لكن عند يوسف زيدان عشان قال على 2 على مزاجه، يبقى ال 600 كلهم ده كان بيحب التصوف وجميل، مش هو سوى كل ده بالمناسبه يعني، عشان ما يطلعوش هو صاحب المنهج اللي خلى الاساتذه المجرمين الارهابيين يقتلوا الناس في المسجد، 300 مصلي 305 انا قلت العدد غلط الاسبوع اللي فات، في لحظه، وقالوا لهم قبلها بسنه انتوا على ضلال وهنقتلكوا لو ما توقفتوش، وقتلوا ابو حراز اللي هو الشيخ اللي عنده 97 سنه شيخهم، وجابوا لهم الورقه علقوها على المسجد اللي فيها الفتوى بتاع ابن تيميه،
كل ده مش عاجب يوسف زيدان. لا هو عايز يوسف حب واحد ولا اتنين يبقى ابن تيمية يبقى كله جميل. والفتاوى دي خيال علمي، احنا شايفينه هولوجرام. والقتل اللي حصل ده كان باين ليهم دين عندهم او حاجه. يعني بيقول لك مجرمين بيحبوا القتل، يعني بيقتلوا المسجد ده بالذات والناس دي بالذات، عشان مثلا كانوا بيلعبوا زمان في المدرسه وزعلانين منهم. حتى عمرو قال له كذا مره بس على منهج يا استاذ، بس ده منهج. طب مش عارف ايه، مفيش حد هو خلاص. فهو ده كلام ابن تيمية اللي قلت لكم ان هو بيحب دول بس اللي منقيهم عشان وافقوا الكتاب والسنه بس. تعال بقى نشوف بقيه كلامه في التصوف، منه الحلاج اللي سمعتوه ومنه ابن عربي ومنه حكم الوفاء. هطلع فاصل ده وارجع. رجعنا لكم، نكمل. تعال نشوف ابن تيمية اللي بيحب التصوف. فابن تيمية في 369 على 8 كلام تاني عن التصوف على مزاجه بقى. بص بيقول ايه، بيقول اما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء، نفس الكلام يعني، مثل الجنيد واتباعه ومثل الشيخ عبد القادر وامثالي، فهؤلاء من اعظم الناس لزوما للامر والنهي. تاني بيحط الحد الفاصل ده، الامر والنهي، تبقى كويس واشكر فيك ما قتلكش، انما غير كده تتقتل يا باشا خلاص. وتحذيرا من المشي مع القدر، القدر اللي هم اصحاب القدريه اللي بيقولوا في نظر ان هم كفار، يعني ان القدر بنصنعه بايدينا. والافكار الكبيره دي هنناقشها هنا في البرنامج بعد لما نخلص من العك ده، لما نسيب عوائق التنوير ونروح التنوير فعلا قريب يعني خلاص. فبيدلل تاني على عبد القادر ليه هو شرح له كتابه، فبيقول الشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، ولا يثبت طريقا تخالف ذلك أصلا، لا هو ولا عامة المشايخ دول يعني المقبولين عند المسلمين. تمام، لما بيحب زي ما قلت لكم 2 3 5 مش معناه بيحب التصرف. وبعدين عنده فتوى تانية 452 على 2 نفس الكلام بالظبط، بس ضم ليهم سعيد بن المسيب والحسن البصري ناس من التابعين، تابعين الصحابة، وعمر بن عبد العزيز قال، ودول أوائل التصوف يعني، دول الأصحاب وراح حاطط معهم بقى إيه نفس الأسماء. وقال برضو سبب إن أنا راضي عن دول، هو الأستاذ بيدينا رضا، بيدي للناس رضا، راضي عن دول إني أنا شايف إنهم ماشيين على الكتاب والسنة. طبعا اللي مش شايف إنهم ماشيين على الكتاب والسنة غيره تبقى مشكلة كبيرة. المهم تعالوا بقول لكم كلام مهم جدا عشان تعرفوا يعني ايه ابن تيمية والتصوف، اللي الاستاذ يوسف بيشيع انه بيحب التصوف. بص ده كلام ابن حجر الهيتامي، فاكرين السبوره لما حطيت الاربع اسماء عبر العصور اللي قالوا الحق في نظري في ابن تيمية، فكان اول واحد فيهم غير ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيتامي، وبعدين اثنين السبكيه تقي الدين وابن تاج الدين، وبعدين حطيت الكوثري محمد زاهد الكوثري، وحطيت الشيخ محمد بخيت المطيعي. فابن حجر الهيتامي ده بصوا قال في كتابه برضو الفتاوى الحديثية 112 على 2 بيقول، بصوا بقى كلام الناس اللي شافت ابن تيمية كله، مش اللي بياخد حاجة ويجري وعلى مزاجه، يعني ابن تيمية على مزاجه، اللي يطلع كويس في مزاجه هو، احنا عايشين عشانه. بيقولك انتهى حاصل كلام ابن تيمية وهو يناسب ما كان عليه من سوء الاعتقاد، الاعتقاد يعني العقيدة بتاعته، حتى في أكابر الصحابة. وأنا ساعتها قلت لكم أنه خطأ علي وقال عليه مخذول، وقال عليه بيحب الرياسة مش الدين، وخطأ عمر و فهو هنا بيوصفه، بيقول وهو يناسب ما كان عليه من سوء الاعتقاد حتى في أكابر الصحابة ومن بعدهم إلى أهل عصره، وربما أداه اعتقاده ذلك إلى تبديع كثير أو كثير منهم. شوفوا الكلام بقى الموزون بتاع الناس المفكرين الحقيقي أو العلماء الحقيقي. قال لك هو بدع أو يعني سوء الاعتقاد عنده بقى وصل للصحابة، وبعدين كل العصور اللي سبقته حتى أهل عصره وزمانه بدع كثير منهم، قال عليه مبتدع مبتدع ضال مبتدع. طبعا انتوا عارفين مبتدع ايه عقوبته عند ابن تيمية طبعا مش في الإسلام. بصوا بقى الأسماء اللي جاية دي، ومن جملة من تتبعه، تتبعه يعني فضل يمشي وراه كده، يعني يمشي وراه بالكلام ولا مؤاخذة يشتمه،
ده اسمه تتبع. ومن جملة من تتبعه، عدوا معايا الأسماء اللي جاية دي: الولي القطب العارف أبو الحسن الشاذلي، نفعنا الله بعلومه ومعارفه في حزبه الكبير وحزب البحر. وقطعة من كلامي: كما تتبع ابن عربي، عدوا ها محديني، هشرح الأسماء دي، وابن الفارض وابن سبعين، وتتبع أيضا الحلاج الحسين بن منصور، ولا زال يتتبع الأكابر حتى تمالأ عليه أهل عصره ففسقوه وبدعوه، بل كفره كثير منهم. ده بقى واحد من عصره وما بيخافش حاجة بقى. فهو أصلا ابن حجر ده الهيتمي صوفي. يعني لو كان هناك إشاعة مغرضة اللي اكتشفها يوسف زيدان لوحده ان ابن تيمية بيحب التصوف، كان اول واحد قال عنه انه بيحب التصوف ابن حجر نفسه، لان هو نفسه فقيه شافعي اشعري صوفي. حلو الكلام. الاسماء بقى اللي قالها دي، حد فيكم حتى بسطاء الناس، حضرتك عارف مسجد هنا في القاهره معروف طبعا، مش اللي فيه يعني المقبره، لكن مسجد معروف اسمه الحمديه الشاذليه تبع الطريقه، وهو مسجده جنب الغردقه كده بشويه، المسجد الدفن فيه. طيب تعرف حاجه عن محدي بن عربي؟ محدي بن عربي للي مش عارفه هو القطب الاعظم، هو التصوف شخصيا، يعني هو اسمه الشيخ الاكبر، لقبه كده في التاريخ يعني للدارسين، اسمه الشيخ الاكبر محي الدين بن عربي، وده اللي عمل الفتوحات المكيه في نظري انا كدارس وباحث، اعظم الكتب الصوفيه على الاطلاق. عمر بن الفارض رجل عظيم، من كتر فرط تصوفه كانوا بيسموه سلطان العاشقين، عشق ربنا، وضيق عليه واتضرب كده من حاكم ملوش لازم. ابن سبعين ده قصة طويلة عريضة في التصوف، والنهاية المعروفة اللي انتوا عارفينها لأي متصوف يخالف الناس. وتتبع الحلاج، والحلاج أنا جبت الفتوى، وانتوا عارفين مين الحلاج في التصوف، وهو جبت لكم الفتوى اللي راضي جدا عن قتله ومبسوط قوي 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 بقتله، بيقول لك ده باتفاق المسلمين، تتهزروا؟ ده اللي يقول الحلاج كويس يبقى ضال وكافر، اللي يقول يعني زي ما انا بقول كده، ان انا شايف الحلاج شهيد وعظيم، ويا ليت الاسلام قدم بالحلاج ولم يقدم بابن تيميه. وبعدين بص بيقول لك ايه في الاخر، من كتر ما بدع الناس زي ما هو قال، وفسقهم وزندقهم وكفرهم وعمل كل حاجه. فالراجل الطيب بقى ابن حجر الهيتمي بيقول ايه؟ ولا زال يتتبع الأكابر الحقيقيين، خلاص، حتى تمالأ عليه أهل عصره، يعني إيه اتلموا عليه، تمالأوا يعني اتلموا، ففسقوه اللي هو ابن تيمية ده كلامه مش كلامي، وبدعوه، أنت بقى قالوا له أنت اللي كذا وأنت اللي كذا، بدل ما يجيب سيرة الناس دي، بل كفره كثير منهم. لكن عند يوسف زيدان هو اتكلم على الشيخ الجيلاني او الكيلاني، فيبقى بيحب التصوف كله. دي مش نظرة سطحية، دي اكتر من كده بكتير. ما هو يا سطحية يا تدليس على الناس، عشان انا اطلع واحد من مليون هو على مزاجه، وهو قال ليه على مزاجه، وافق هواه فيبقى بيحب التصوف كله، وجميل خالص وكيوت، وملوش اي علاقه بالمسجد، اللي هي ده اللي انا عايز اقول لكم دايما، ده السياق بتاع الحلقه دي بالذات، ان ليه قتلوا الناس اللي في المسجد وحذروهم قبلها بسنه، عشان حطوا لهم الفتوى بتاعت ابن تيميه، وهم تابع ده، هم الدواعش، هم عندهم فتاوى، ده بشهادتهم وبورقهم، ولما بنمسكهم ويعترف، زي فيديو الاستاذ عماد اديب اللي جبته من اسبوعين، الدواعش عندهم غير ابن تيميه، غيره مفيش غيره في الدنيا، كفر قتل العادي اللي انا قريته لكم في خمس اسابيع. لكن هو هوى يوسف زيدان على تيمية، ده جميل، وكل ما يجيله من هنا عمرو او اي حد يجيله من هنا، واصله جميل، واصله بيحب الجيلاني، بيحب الجيلاني وبيكفر كل دول اللي بيكتبهم مين؟ ابن حجر الهيتمي، مش انا، بيقول ده ما سابش حد، لما الصوفيه تخلو او تتكفر منها ابو الحسن الشاذلي ومحي الدين ابن عربي وعمر ابن الفارض وابن سبعين والحلاج، ده اللي لمهم الراجل، ده في اكتر من كده بكتير، لما الخمسه دول يتكفروا يبقى فين بيحب الصوفيه يا استاذ يوسف؟ مش تقرا كويس؟ حاول توسع دايره الانجل، الزاويه بتاعت قرايتك، لان انت بتدخل على بتاع تلاقيه متلخص كده تقراه، الله جميل ده طلع بيحب التصوف، يلا فكره ولقيناها على الانترنت. غلط يا استاذ يوسف،
اقرا الكتاب نفسه، اقرا الكتاب بعمق واقرا ابن تيميه كله. وانا عارف انك مش ممكن تقرا مجموع الفتاوى لان 31 جزء، 33 كمان في الطبعه الجديده، فدي مشكله بالنسبه لك. انما يعني شوف اي حل، لكن يلا المهم ابن تيميه يطلع بريء وجميل عشان السلفيين اصدقائك يفضلوا يعني على هذا الدعم والدفع الشديد لاي اراء انت بتقولها، حتى لو قلت لهم مفيش معراج ومفيش مسجد اقصى زي ما قلت الاسبوع اللي فات، مفارقه لطيفه. تعالوا نشوف جزء تاني غير وهو رايق، دي فتوى وهو رايق، دي عجبتني قوي، ها، من نفس الفيديو. شرح كلمات من فتوح الغيب. ايه فتوح الغيب؟ كتاب لواحد من اشهر واكبر الصوفيه في تاريخ الاسلام، عبد القادر الجيلاني. يعني ابن تيمية اللي هم بيقولوا ان هم مستندين ليه في قتل البشر دي كلهم، هو شخصيا كان بيشرح كتابات لواحد من أعمدة الصوفية. مش كده وبس، وعنده، يا ريت برضو يجيبوا لنا، عنده رسالة جميلة جدا اسمها الصوفية والفقراء. وعنده فتية وهو جاي بقى، ما كانش في وقت حرب، قالوا له ربع العدوية اهي. بس عايز اقول لكم حاجة، حاجة عشان تفهموا ازاي بيكفر ناس ويعمل ناس وبتاع. طبعا ده طبع ابن تيمية، ده العادي يعني، بس عايز اقول لكم حاجة مهمة. الصوفية، انا قلت ده على عجالة الاسبوع اللي فات، تجربة فردية للغاية، فردانية، يعني كل متصوف اللي انا قلت اسمائهم من السادة العظماء اللي هم احسن من ابن تيمية 100 مليون مرة، وده حاجة قانوني سليمة، كل واحد فيهم صوفيته غير التاني. الصوفية تجربة ليها اول ملهاش اخر، يعني حتى هم بيسموهم أهل الطريق. الطريق ده اللي هو اللي ربنا، فربنا بما أنه لا متناهي هو الأول والآخر، فكمان الطريق ليه لا متناهي. حلو. فالصوفيين كل واحد بيسلك الطريق بمزاجه، بإحساسه، بحدسه القلبي، بعبادته الروحية، بالعرفان، بالإشراق اللي بيكون في روحه، حتى لو زي في شيخ من التصوف، شيخ اسمه النفري، كان بيقول إن ربنا رد عليه، بس ما بيقولش كده للناس وبيفتنهم يقول لهم ربنا قال كلام بعد القرآن. لا، هو بيقول لنفسه، قال لي، كان كتب في كتابه كده، قال لي. وربنا عمر ما وحيه زي ما القرآن بيقول بينقطع عن الناس خلاص، حتى لو توقف الوحي بمعنى القرآن، إنما هذا الصوت الذي يأتي غالبا على عقلك كتير منه بيبقى إيحاءات من ربنا. والتصوف بقى عالي قوي في الحتة دي، واحد عمل حياته عبارة عن نسك لله وساب كل المتع والغرائز حتى الحلال منها. فاهمين تصوف؟ تصوف حاجة كبيرة ومهمة وعظيمة. أساء ليها اتنين أو منطقين، شرحها الخاطئ والسلفيين وتكفيرهم للتصوف فشوهوهم فبقت اتنين، الدجالين اللي جم بعد العصور العظماء الأقطاب، الدجالين لحد النهار اللي بيقول لك انا صوفي، فتشوفه صوفي وتقعد وصعبان عليك وتتعاطف معه، هو دجال، مش علاقه بالتصوف. دول اللي اساءوا الصوفيه. اما الصوفيه تجربه فرديه عظيمه مش من حق حد اصلا، بقى بعيد بقى عن الاستاذ اخ يوسف زي ابن تيميه، مش من حقه اصلا، هو مش من حقه مليون حاجه، بس مش من حقه يفضل على مزاج الناس، يدخل في قلب ده ويشوف افعال ده ويقول لك ده موافق الكتاب والسنه وده مش موافق. حضرتك مين اصلا؟ ادي واحد. اتنين، انت ما جربتش، فلما ما تجربش وما فرضش كلامه عليك، هو ماشي في الأسواق ولا في حاله ولا في عزلته، انت مالكش دعوه بيه. حتى لو كتب كتاب شرح التصوف، خطأه انه لا يشرح للناس، يعني الحلاج اللي وداه المقصلة الى الاعدام انه كلامه قاله في الأسواق، فالناس يعني واحد في رابعة ابتدائي بتقوله كلام بتاع البي اتش دي، دكتوراه في متخصص قوي، ازاي هيستوعبه؟ فالانسان عدو ما يجهل، فهيقول لك ايه ده كفر، وده اللي حصل يعني. لكن عند ابن تيمية أعلام الصوفية زي ما انت شفتوا قبلهم الأسبوع اللي فات، كفار يتقتلوا، وعشان شرح واحد شايف هو أنه وفق الكتاب والسنة، حيث أنه هو بما أن ابن تيمية حاكم على الناس، فيوسف زيدان يطلع يقول ده بيحب التصوف. لا، ده مش بيحب التصوف، ده تدليس، ده تدليس على الناس. هنكمل بكرة، نشوفكم بكرة.